النهاردة هنعمل مع بعضينا الشنطة الجميلة دي، أتمنى تعجبكم وتنفذوها. يلا نبتدي الشرح. اجيب اي خيط موجود عندي، الشغل المكرمية بيمشي مع اي خيط بشرط خيط معين المتوفر موجود عندك في بيتك هينفع، او اللي انت بتحبيه عامة في الشغل هينفع معاكي. انا جبت خيط مكرمية مصري، قصيت الفتلة بتاعتي هنا على مترين ونص، وبعدين هجيب فتلة، اجيب فتلة من بره كده عادية خالص، وابتدي ان انا اعلق عليها الخيط بتاعتي كده بالنص. طبعا هو الافضل ان شغل المكرمية يتعلق واحنا شغالين، بيبقى احسن شوية كده. بحطها وبعد الفتلة بتاعتي كده. متفقين غرزة المكرمية بتتكون من فتلتين، كل فتلة بتتعمل دبل على اتنين. نحطها ونحط الفتلة من فوق كده على الفتلة اللي هي اللي تحت، ندخل نعدي ونعديها. انا هعمل عرض الشنطة بتاعتي 36 دلوقتي. طبعا الفتلة بتاعتي هتكون مفتوحة، يعني انا المفروض ان انا احط الشغل بتاعي لحد ما اوصل ل72، عشان لما اجي اتنيها نصين يديني 36. طبعا العرض ده براحة كل حد عايز يعمل شنطته قد ايه فيعملها بالمقاس اللي يريحه. انا كده خلاص علقت اهوت. هبتدي ان اشتغل غرزة مكرمية. غرزة المكرمية بتتكون من 4 خيوط، فتلة اليمين او الفتلة الشمال اللي هنبتدي بيها مفيش مشكلة. لو ابتديت باليمين بحطها فوق الاتنين كده بالشكل ده، واخد اللي هي بتاعت الشمال احطها من فوق، وانزل من تحت الاتنين واسيب فتحة صغيرة اعدي منها الفتلة بتاعتي، هكون بالشكل ده. نبتدي نشد الطريقة دي. لو انا اشتغلت من يمين يبقى لازم اشتغل المرة التانية من الشمال. الشمال بحط الفتل فوق الاتنين، والفتلة بتاعت اليمين احطها من فوق، وانزل من تحت الاتنين واعديها من الفتحة بتاعتي. دي كده غرزة المكرمية بتاعتي اللي انا هشتغل بيها الشنطة بتاعتي، هكون بالشكل ده. هنعلق كل الخيوط ونشتغل بيها كده. بعد كده بنبتدي تاني. المفروض انها الغرزة بتتكون من 4 كده، انا كونت غرزة مش هينفع اعمل غرزة تاني تحتيها، فباخد طرفين يمين مع طرفين شمال من الغرزة اللي جنبيها عشان يكوني رقم 4، وهبتدي اشتغل تاني غرزة مكرمية بنفس الطريقة. سواء يمين سواء شمال مش مشكلة، هنبتدي يمين ولا شمال، بس اهم حاجة عندنا ان مرة يمين ومرة شمال، هتكون بالشكل ده. هتدينا الشكل ده كده. كده احنا خلاص حطيناها على الفتلة بتاعتنا وعملناها بالمقاس المطلوب. دلوقتي هنبتدي نشتغل الغرزة اللي انا عايز اعملها. كل واحدة منفصلة عن التانية، لسه ما ايه مشبكتهمش ببعض. هنيجي عشان عايز اعمل غرزة هنا، هبتدي ان انا اشبك دي مع ديت، طرفين يمين مع طرفين شمال، واعمل غرزة مكرمية بالشكل ده. دي اول واحدة. تاني واحدة نفس الكلام، طرفين يمين مع طرفين شمال، هشبكهم مع بعض. معلش بقى هو لون اسود، اتمنى ان يكون الشغل واضح قدامكم. كده انا خدت بالظبط يعتبروا 3 غرز. الغرزة الاولانية خدت من الطرفين يمين مع الطرفين الشمال في الغرزة التانية، والغرزة التانية خدت طرفين يمين مع طرفين شمال في الغرزة التالتة، هيديني الشكل ده. هرجع تاني هاخد الاتنين دول مع بعضيهم اللي هما اللي في النص عشان يديني شكل مثلث بالشكل ده، طرفين يمين مع طرفين شمال، وهشتغل غرزة مكرمية. هيكون بالشكل ده كده. بصوا اداني شكل مثلث. هنسيب اللي بعديها، انا عايزه المثلث والمثلث، هسيب بين المثلث والمثلث واحده ما فيهاش شغل خالص، ايه واحده فيها بس غرزه مكرميه من فوق، مش هشتغل ايه مش شبكه ولا يمين ولا شمال، هسيبها وبعدين هدخل على اللي بعديها اللي هم الثلاثه دول عشان اشتغل فيهم. ودي هتبقى تاني واحده اشتغل فيها، هاخد طرفين يمين مع طرفين شمال
وهبتدي برضك اشتغل غرزة مكرمية تانية، اعمل منهم شكل مثلث. ده السطر اللي هو التاني بالشكل ده كده. نفس الكلام برضك، احنا اتفقنا هما 3 غرز، ادي 1 ادي 2 ادي 3. هاخد طرفين يمين مع طرفين شمال، نعمل نفس الشكل تاني. بالشكل ده كده هناخد طرفين شمال مع طرفين يمين عشان يقفل لنا شكل مثلث. هتكون بالشكل ده، هنسيب بينهم واحدة بالشغالة ونشتغل تاني. يبقى أنا عايزة أدي أول مثلث، أدي تاني مثلث، عايزة أعمل 7 مثلثات بين كل مثلث ومثلث غرزة فيها غرزة مكرمية بس مش مشبكة في اللي جنبيها. هعمل التكرار ده ونشوف هنكمل ازاي. هتيجي بعد دلوقتي نشتغل بعد ما عملنا المثلثات بتاعتنا. هنشتغل دلوقتي في المثلث دوت اهوت اللي احنا سايبينها، اللي هي الواحدة لوحدها دي كده اللي هي ما تعملش فيها شكل مثلث. بناخد 2 يمين و2 شمال، دول هنشتغلهم يمادي ودول هنشتغلهم يمادي. بناخد اول فتلة اللي هي ديت، ونبتدي ان احنا نشتغل على الشكل اللي احنا عاملينه بتاع رقم 7. بناخد عدد الفتل دي، هقولك كام فتلة دلوقتي، 2 4 6، ال6 فتل دول بتبقى نص الشغل بالظبط، يعني نص المثلث بالظبط. المثلث المفروض بينتهي معايا بـ4 فتلة، باخد 2 يمين و2 شمال وبعد واخد كده، فبيطلعوا معايا 6 فتل. بمسك كده معايا بعد ما همشي اليمدي، بمسك بايدي الشمال الخيط وباخده بالشكل اللي انا عايزه اعمله واحطه كده، ويبقى الخيط التاني تحتيه، واكون مقسمه 6 عشان ما اغلطش، واخد فتل تانية وابتدي ان انا اشتغل الف على الفتله بتاعتي. الفتله بتكون فوق اللي انا هشتغلها، دي بتكون تحت. بعمل كده بفتح وبحط الخيط بتاعي والف كده، بلف مرتين، ادي 1 دي، وبنفس الطريقه تاني بدخل اهي كده، بتبقى الفتله تحت اطلعها من فوق، تحط فوق الفتله اللي انا حطاها وتفتح كده وتنزل. ادي كده اول واحده، التانيه نفس الكلام كده، تعمل كل فتله بلفها مرتين. ادي 1، اهم حاجه بس ان انا احافظ على الزاويه بتاعتي ان انا ماشيه بيها عشان ما تطيبش مني كده، وبظبطها بايدي. ادي تاني فتله نفس الكلام، ادي تالت فتله بنفس الطريقه، ادي لفه اهيت واحطها، وادي تاني لفه، دي اللي بعليها الدور دي من فوق، بلف كده اهيت بالشكل ده كده، تبقى الفتله تحت برفعها فوق الفتله اللي انا بشتغل عليها، وانزل كده واروح معديها بلفها مرتين بنفس الطريقه. ادي اول مره وتاني مره، متعود عليها هتلاقوكم ان انتوا يعني ايديكم بقت خلاص حافظاها وبتعرفوا تشتغلوها كده. شوف كده، دي اللي فاضلة عشان يبقوا 6. لو عندنا اللي هنا دول معانا هيبقى دي اخر واحدة. هيكون بالشكل ده كده. هنرجع تاني، كنا احنا متفقين ان الغرزة دي متكونة من 4، خدنا اول فتلة فيها، تاني فتلة بناخدها نشتغل فيها كده، باخد فتلتين يمين وفتلتين شمال. دي تاني فتلة بشتغل على 6 حبال او 6 فتل اللي موجودين عندي، اللي هما دول هما دول، 1 2 3 4 5 6. هبتدي اشتغل، دول هيبقوا الناحية التانية، فبحطهم كده عشان بس ما ايه ما اطلبش واخدهم. هبتدي ان انا اشتغل الطريقة ديت، نفس الكلام كل فتلة باخدها واعملها بنفس اللفة، بحاول ان انا اقربها من اللي قبليها عشان ما يبقاش فيه فراغ، يعني خلاص الغرزة كده اظبطها بايدي عشان ما يبقاش فيه فراغات عندي خالص، وبعدين نبتدي اشتغل. انا في فتلة نسيتها هفك عشان اعملها، بسم الله.
هي الفتلة دي انا نسيتها. هي بلف نفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها فوق. دي اخر فتلة معايا في الشكل ده، هيكون بالشكل ده كده. الناحية التانية كنت انا اشتغلت المثلث ده، كملوا معاكم. انا عندي من الجرزة بقى فتلتين، مش دعوة بقى بالكوت ديت خالص، هنركز على الفتلتين دول. هسيب الفتلة اللي هي ناحية جوه والناحية الفتلة الاول فتلة عندي هتقابلني في الغرزة، هاخدها واشتغل يميني. بشتغل كده بمسك بالايد اللي هي رايحة اتجاهها دي، هتكون ايد اليمين، واحطها فوق الكوت بتاعي اللي انا هشتغله. احنا متفقين ان هنشتغل 6 خيوط، الاتنين دول هيطلعوا بره العدد اللي انا اشتغلتهم انا دول كده عشان ما اتلخبطش. حطهم الناحيه التانيه كده، هما دول 6 خيوط اللي هشتغل عليهم. 1 2 3 4 5 6 هبتدي ان انا اشتغل. باخد اول فتله عندي دي، اول فتله باخد اول فتله واعملها كده عشان تنزل شكل 7، وكل فتله الفها مرتين بنفس الطريقه اللي عملتها الناحيه التانيه. كده 1، دي تاني فتلة، دي التالتة، دي ربع فتلة، بلفها مرتين. الخمسة، دي ستة. بسم الله. ايه الشكل ده؟ هحتفظ دلوقتي بالفتلة دي مع دول، واجي تاني اخد فتلة كنت راكناها فوق اللي هي ديت، وابتدي اشتغل تاني 6 فتل دول. بنفس الطريقة برضك عشان تديني شكل 8. كده خلاص خلصت الشكل كده. دول الفتلتين اللي جايين الناحيه دي، اللي هما نازلين الناحيه دي اتنين، والناحيه دي برضك اتنين، اهمت فتلتين مش دعوه بقى بالحاجات دي. دول الاتنين اتقابلوا مع بعضهم كده هيكونوا غرزه مكرميه. يبقى انا هعمل هنا غرزه مكرميه عشان بقى 4 حبال معايا. لو عايزين اعمل لكم فيديو اشرح بشويش زي غرزه المكرميه اشرح اهي بالطريقه دي كده. عملت غرزه المكرميه اهيت. يبقى انا قفلت شكل 7 بغرزه مكرميه. هو في طريقتين، يا اما اقفلهم الاثنين مع بعضهم بنفس الشكل دوت، او اقفلهم بغرزه مكرميه. الموديل ده انا هقفله بغرزه مكرميه. هنيجي ان اهوت الخيوط ديت دلوقتي هنجمعها، بس قبل ما نجمعها عايزين برضك نقفل دي بشكل غرزه مكرميه زي دي. فيجي هنا كده اللي انا عملته هنا هعمله هنا بالظبط كده. الغرزه اهيت اللي هي لوحديها، ملهاش دعوه باللي هي ال7 اللي بعديها. بس احنا كنا قايلين نعمل شكل 7 ومنهم غرزة مكرمية. هشتغل الفتلتين دول نفس الطريقة كده، نفس الطريقة دي كده، واشتغل هنا غرزة مكرمية، ونشوف بعد كده نكمل دي ازاي. خلاص اشتغلتها اهوت، هقفلها معاكم غرزة مكرمية برضك، لان اهو 4 فتل معايا. هشتغل غرزة مكرمية فيهم بالشكل ده. كده دي كده شكلها اهوت بالشكل ده. عندنا نيجي بقى في تجميعة الكود ديت، الكود متجمعة عندنا دي كده.
دول بيبقوا عبارة 6 يمين و6 شمال، يعني معايا 12 حبل. نعدهم نشوف كده صح ولا غلط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كده. نمسكهم الطريقة دي، ناخد أول حبل من اليمين وأول حبل من الشمال وبنعمل فيهم غرزة مكرمية. نحط الحبل فوق كل المجموعة دي كده، حبل بيتحط بالطريقة دي كده فوق كل المجموعة بتاعة الخيط بعد آخر حبل، وبعدين نبتدي نحطه من فوق وننزل من تحت كل الخيوط ونعدي عشان نعمل غرزة مكرمية. واحنا بنعملها نبتدي ان احنا نظبط خيوطنا كده عشان تبقى مظبوطة. هي بالشكل ده كده. نبتدي ان احنا نقفل غرزة المكرمية بتاعتنا. فتحنا يمين بنفتح من ناحية الشمال، نفتح كده من هنا فتحة ونحطهم فوق الخيوط ونحطهم من فوق ودي من فوقها كده، وبعدين نعديها من تحت الخيوط وننزل ونعدي من الفتحة عشان تديني غرزة المكرمية بتاعتي. ابتدي بقى ان انا اشدها بالطريقة دي كده، اظبط خيوطي اهي اظبطها كده بالشكل ده، بقت عامليني غرزة مكرمية. هبتدي ان انا اشتغل ازاي. هما كانوا 12، يعني بقسم 6 يمين، 1 2 3 4 5 6 و6 شمال اهو كده وكده. هاجي على 6 اليمين وهبتدي ان انا اقفل شكل المعين بتاعي. باخد انا هنا كانت في غرزة مكرمية يعني مكونة من 4 فتل، باخد 2 اليمادي والاتنين بتوع الشغل اللي جنبيهم، فلسه معملتوش فاركنه كده على جنب. اول فتلة تقابلني في الاتنين اللي هي ديت اللي هي بتبقى الحرف، هبتدي ان انا اشتغل معاهم ال6 خيوط اللي انا خدتهم لوحديهم كده، و6 خيوط دول هشتغلهم من الناحية التانية. بحط وبشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها فوق. بحاول بقى ايه، يعني مثلا ما اخليش فتلة تطلع مني كده او كده، بحاول ان انا اخليها تاخد زاوية لان هنا في فروات كتيرة فممكن الفتلة تتحرك معايا، فبخليها انها تاخد زاوية بايديا، والزاوية دي ما بحركهاش خالص في الشغل عشان الشغل يطلع معايا مظبوط. ادي واحد وارجع تاني الف كده اهي، ونبتدي نظبطها كده بصباعنا الغرزة بتاعتنا. ادي كده اول واحدة، نشوف تاني فتلة، اهم حاجة الزاوية بتاعت الخيط بتاعي عشان ما تخش مني. نيت ادي تالت واحدة، تالت واحدة كده، رابع واحدة، كده رقم 5، بسم الله كده رقم 6. كده هيكون بالشكل ده. هاجي امسك الفتلة التانية دول الاتنين دي هي دي كده، هقفل بقى المعين تاني بالشكل ده تاني اللي هما ال6 فتل بس. هبتدي ان اشتغل كل فتلة فيها مرتين. تاني سطر بيبقى سهل عشان انا بظبط على اول سطر موجود عندي، وبحاول ان ما يكونش فيه فراغات بين السطرين هي كده. ممكن بايدينا نظبطها بتاع كل غرزه نظبطها بصبعنا كده بتبقى احسن، وببقى ضامنه ان مفيش فراغات. ادي كده الثالثه، ادي كده الرابعه، رابع فتله كده، الخامسه، السادسه كده، 6 غرز خلاص خلصتهم. دول الفتلتين فيهم حطهم بس على جنب كده عشان ما تلخبطش، اللي هيتلخبط يربطهم مع بعض يحطهم على جنب، المهم بس ان يعرف يميزهم عشان ايه ما يتلخبطش في الشغل. اهم هنا كده على جنب. هاجي بقى عشان اقفل المعين من يمدي، في غرزة مكرمية اهيت في النص مقسومة ل4 فتل، باخد 2 و2 هشتغل بالاتنين دول. بشتغل من ناحية الحرف الاول زي ما عملت هنا، هعمل يمدي كده بنفس الطريقة. دول اصلا 6 لان احنا خدنا 6 يمين، يبقى اللي بقى هنا 6 شمال ماشي. وهنبتدي ان احنا في كل واحدة كده نلفها على الفتلة بتاعتنا مرتين، هنشتغل بنفس الطريقة
الكومنت الاول نشوف مثلا طلع 1 2 3 4 5 6 دول كده 6. باخد التانية نفس الكلام اشتغلها كده، هشتغلها زي ما اشتغلت الناحية التانية بالظبط كده. خلاص عملتها جواهم الاربعة هم في النص، هجمعهم بكرزة مكرمية بنشد عليها عشان تقفل الايه الغرز مع بعضيها اهي كده تبقى بالشكل ده. انا عايزة اعمل شكل المعينات بتاعتي دول، عايزاهم 5، دي 1 2 3 4 رقم 5 اللي عاملها. انا كنت لما ابتديت اشتغل اكتشفت ان هما 6 من 7، فمش هتفرق يعني انا اعلمكم حتى اهوت انا عاملة السبعة هعلمكم ازاي نقفله مفيش مشكلة. هنيجي في اخر واحدة اخر مربع انا عايزاه اللي هو دوت، او اخر معين عايزاه اللي هو ده. خلاص انا عملت الجزئية ديت وقفلتها هنا بالغرزة المكرمية، نفس الكلام برضك هعمله تاني وهاجي هنا كده اقفلها بنفس الشكل، دي ودي كده الخطين دول هشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت هنا واقفلها. هخلص الجزئية دي عشان في فكرة هنا ازاي احنا هنقفل الجزئية ديت وهنعمل الشكل فيها، هعملها وارجع لكم. كده انا خلاص عملت الشكل التمانية اهوت، المفروض ان اقفل هنا غرزة مكرمية كنا احنا عن شكل السبعة اللي قلت لكم عليها، ودي كانت الغرزة اللي هي في النص. هبتدي دلوقتي ان انا خلاص انا مش محتاجاها، انا كنت محتاجاهم 6 مش 7، لما عملت المعينات بتاعتي اكتشفت ان هما 6 مفيش مشكلة خالص. باجي عند الغرزة ديت الغرزة دي بكملهم مع بعض غرزة مكرمية بالشكل ده كده، باخد طرفين يمين مع طرفين شمال عشان اعمل غرزة المكرمية بتاعتي. دي كده غرزة مكرمية بسم الله. والناحية التانية بعمل معاها غرزة مكرمية عادي خالص. انا دلوقتي عايزة اوصل للجزئية دي فهكمل تاني شغل معايا 2 من يمين و2 من شمال من الغرزة اهيت عشان اوصل للغرزة اللي انا عايزاها، واقفلها غرزة مكرمية من احسن ان احنا نشتغل السطر كله عشان ما يبقاش عندنا فيه التواء او اي حاجه في الشغل. دي اللي عليها الدور اللي بعديها بشتغلها غرزه مكرميه اهيت الطريقه دي. ودي اللي بعديها برضك نفس الكلام غرزه مكرميه، هرجع تاني عند الشغل بتاعي هشتغل بقى الاتنين دول مع الاتنين دول، لسه ما وصلتش عند اللي انا عايزاها. يبقى الاتنين دول مع الاتنين دول هشتغلهم غرزة مكرمية رأسية. بالشكل ده كده، وبعديها نفس الكلام غرزة مكرمية ونكمل السطر كله تاني ما يدور غرزة مكرمية لحد ما نوصل الناحية التانية في الأشكال المعينة دي هي. بالشكل ده هيجي هنا هيبني بقى الاتنين بتوعي اللي هما دول مع الاتنين، دي غرزة كاملة يعني هاخد 2 يمين من 2 شمال وابتدي اعمل غرزة مكرمية، فيبتدي يظهر لي الشكل بتاعي اللي انا كنت عاملاه اللي هو شكل معين. هكون بالطريقة دي كده ظهرت لي غرزة المكرمية بتاعتي. هشتغل هنا نفس الغرزة اللي عملتها هنا واقفلها، بعد ما اشتغلها هتبان عندي بالشكل ده كده، دي اللي انا قفلتها معايا نفس الشكل هناك بالظبط. هكمل ازاي؟ هنا هبتدي ان انا اشتغل غرزة المكرمية بتاعتي، دي 2 دي هي غرزة كاملة، باخد 2 يمين مع 2 من الشكل بتوعي يعني دول نازلين معايا خط مستقيم، باخد اول 2 مع اول 2 هنا معهم او كده اول 2 مع اول 2 واشتغلهم غرزة مكرمية بالشكل ده. هلاقي ان الخط بتاعي هيبتدي يتظبط وهيديني خط مستقيم بالشكل ده كده اهوت، اللي عليها الدور ديت دي مع دي كده تعمل غرزة مكرمية. غرزة المكرمية المفروض لما تتجمع مع بعضيها يديني شكل معين زي ما انتوا شايفين كده شكل معين.
بالطريقة دي كده. طبعا بكمل السطر كله، بكمل السطر كله شغل، برجع تاني الاقي جنب المعين بتاعي في غرزة مكرمية اهيت، باخد اتنين من المكرمية دي، اتنين من الطرفين دول مع الاتنين اللي عليهم دول اللي هما دول، اشتغلهم غرزة مكرمية بس عشان اديكوا الفكرة ازاي تشتغلوها. هي بالطريقة دي وبالطريقة دي، وهرجع اكمل السطر بتاعي شغل عادي خالص الطريقة بتاعتي. كل اتنين يقابلوني طرفين يمين مع طرفين شمال بالطريقة ديت، واشتغلهم غرزة مكرمية، وبكمل السطر بتاعي غرزة مكرمية لحد ما الفه الناحية التانية. هيكون بالشكل ده. هنرجع تاني ناخد هلاقي دي غرزة مكرمية، ناخد اتنين منها مع اتنين من دول ونشتغلهم غرزة مكرمية. هيبقى لي اتنين تانيين اهمت، نفس الكلام هلاقي نفسي رجعت عند الغرزة بتاعتي اللي كنت بدأت فيها، وابتدي ان انا اشتغل فيها. تبقى بالشكل ده كده، دول كده ودول كده. ماشي. انا بقى الشكل بتاعي دول انا عملت هنا خمس معينات، واحد اتنين تلاتة اربعة، ودي الخمسة اللي انا هعملها. باجي بسيب في النص المعين دوت، وهشتغل على الاتنين دول والاتنين دول. الاتنين دول لما اتجمعوا مع بعضيهم اداني شكل تمانية. يعني بص كل اتنين متجمعين مديني شكل تمانية. انا ماليش دعوه خالص بالمعين اللي في النص ده كانه مش موجود. هشتغل على الاتنين دول، اداني كده راس المعين، هبتدي ان انا اكمله نفس الشغل اللي انا كنت بعمله عشان اعمل فيه شكل معين. ده اللي انا عايز اعمله. دي غرزه مكرميه كامله بسيبها على جنب، ودي نفس الكلام غرزه مكرميه بسيبها على جنب. عدد الحبال بتاعتي بتطلع 12، 6 يمين و6 شمال. نيت بالطريقه دي كده كده، بشتغل فيها بنفس الغرزه اللي اشتغلتها هنا اهي. ظبط خيط بايديا، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، اهي سته، والناحيه دي سته، اتنين تلاته اربعه خمسه سته، اهي كده سته وسته. ونفس ما اشتغلته فوق بالظبط بشتغل كده اهي. نظبط بس خيطنا، نرفعه كده، ننزله كده بايدينا عشان ينزل تحت. زي ما اشتغلت الغرزة بالظبط بشتغل اهو قدامكم اهيت، بعمل غرزة مكرمية فيها. برجع تاني اعمل غرزة مكرمية اهيت، وراح شدها جامد اهيت بالطريقة دي كده عشان المعين بتاعي يتقفل او كده. اظبط بقى الكود بتاعتي، احاول اشدها فتله فتله عشان تتظبط معايا كده. بظبطها بايدي واقفل المعين بتاعي. يبقى انا هنا كده اقفل المعين بتاعي، انا معموله اصلا يمين وشمال مكرميه، فبشتغل بالاتنين دول هنا كده والاتنين دول هنا كده، وهقفل شكل المعين بتاعي كده هيبقى بالشكل ده. بعد كده هوريك بقى ازاي نكمل ان احنا نخليهم كلهم بقى يبقوا شغالين مكرمية، عشان ده الشكل اللي انا كنت عايزاه يطلع. ان هنا يبقى فيه واخد شكل سبعة كده، يعني شكل اتنين معين، وفي هنا ودي في النص فاضية واحدة معينة، وهنا الاتنين دول نفس الشكل اللي هعمله هنا هو اللي هعمله هنا بإذن الله. ماشي. فانا هخلصهم ونشوف هنعمل ايه. وبالنسبة ان انا عملت شنطة مدورة، انا كنت جايبة الفتلة وربطاها، عملت الفتلة كأنها نظام كروس، فتلة فوق فتلة كده، وروحت مدخلة فيها الخيط بنفس الطريقة واشتغلتها غرزة مكرمية بس. وبعد كده دخلها من جوه، يا اما اقصها واخيطها، او ان اما الزقها بأي حاجة. المهم يعني انا هعمليها جوه في الشغل، فمش تبقى باينة من بره اصلا في بداية الشغل. هخلص الجزئية دي عشان نشوف ازاي هنشتغل. بص انا كده اشتغلت. لما نيجي نشتغل الشنطة ديت، نحاول الشكل بتاعنا ان احنا نعمله في النص، يبقى الجزء اللي ورا قد الجزء اللي قدام، وده اكبر حاجات بسيطه عشان الشكل جينا في النص. ماشي. انا عامله عرض الشنطه 36. هنبتدي دلوقتي خلاص خلصنا عدد المعينات بتاعتنا الخمسه، ونزلنا بالاتنين كده كده خلاص الشكل بتاعي خلص اللي انا هعمله. هبتدي دلوقتي ان انا اشتغل في الشنطه. بمسك من عند شكل 8 كده الكود بتاعتي اهي كده، وباجي اول اتنين خيط في الجزء دوت من فوق، هما الاتنين دول، واول اتنين من يمادي الناحية التانية اهي كده، شايفين الشكل ده. هعمل غرزة مكرمية
بالشكل ده. هناخد الطرف اليمين مع الاتنين اللي جنبيهم على طول ونعمل غرزة مكرمية. هكون بالشكل ده كده. والناحية التانية الاتنين اللي هما الأطراف الشمال مع الاتنين اللي جنبيهم اللي هو في الخط اللي نازل دول أو الاتنين هيقابلوني. ابتدي اشتغل غرزة مكرمية. هكون بالشكل ده كده. هرجع تاني هاخد الطرف اللي على الجنب دوت اللي هو الشمال مع الاتنين اللي جنبيهم من يمادي واعمل غرزة مكرمية. انا ببتدي اقفل بقى كلها بغرزة مكرمية عشان انزل بالشنطة كلها غرزة مكرمية مش هعمل فيها شكل تاني. هكون بالشكل دوت وهيجي نفس الكلام الاتنين دول مع الاتنين دول هعملهم غرزة مكرمية. الاتنين على الطرف اليمين مع الاتنين اللي جنبيهم نازلين يعني دي الاتنين هما واللي جنبيهم اتنين. هنلاقي انها اتقابلنا بعديها غرزة المكرمية اللي كنا عاملين مجمعين فيها الخيوط هيك كده. يبقى الخط بتاعي خلاص هيبتدي ان هو الزبط بتاعي خط مستقيم اللي هو بتاع الشنطة وهيبتدي ياخد كله شكل واحد هكذا. تبقى بالشكل ده كده. نبتدي نكمل. هناخد الاتنين دول اللي على الطرف اليمين مع الاتنين الجنبيهم من الناحية التانية دول اربعة خيوط. هناخد اتنين او الاتنين يقابلونا ونبتدي نشتغل غرزة مكرمية بالشكل ده. نفس الكلام اتنين من الطرف ده واتنين من الطرف التاني ونشتغل غرزة مكرمية. هنا الشكل كده. نفس الكلام هكمل هنا عشان اقفل تاني الاتنين دول مع اتنين من الحبل اللي هما الخط النازلين دول او الاتنين يقابلوني هعمل فيهم غرزة مكرمية. بالشكل كده. انا طول الشنطة بتاعتي هعمله 26 27 هيبقى بالشكل ده كده. هاخد بردك الاتنين دول مع الاتنين دول وهشتغلهم غرزة مكرمية وهشتغل بقى السطر كله غرزة مكرمية لحد ما ابتدي يقفل معايا. نفس الكلام بس انا هنا الظهر اشتغلت الظهر كله هشتغل غرزة مكرمية عادي. الظهر كله شغلت غرزة مكرمية وصلت عند الشكل ده اشتغلت عادي وهبتدي اكمل هكمل السطر بتاعي يقفل معايا الشغل كله غرزة مكرمية. هشتغل بقى لحد ما اعمل ارتفاع كام. انا الشنطة بتاعتي عايزاها 26 27 طول الشنطة. انا الجزئيه اللي تحت دي لانها هضيف لها كروشيه لو عايز حد يعملها هي نفس الشكل كده ويكمل خلاص مفيش مشكله. لو حد محتاج ان هيكمل زي ما انا هكمل. الجزء اللي تحت ده اللي هو فيه غرزه المكرميه ديت انا هعمله حوالي 19 18 سنتي وبعد ما اعمله هبتدي بقى اشتغل معاكم هعمل القاعده اوريكم ازاي اشتغلت القاعده بس لسه ما وصلها. وبعد كده هبتدي ان انا احط في الجزئيه دي كروشيه وهوريكم ازاي. يبقى انا دلوقتي هكمل كل الشغل بتاعي بغرزه المكرميه. ان لازم لما يبقى عندي غرزة مكرمية مكونة من اربعة اروح اقسمهم نصين من يمين والشمال واشتغل تاني غرزة مكرمية. هشتغل لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه وبعد كده هبتدي اوريكم ازاي بعمل القاعدة بتاعتي. ده خلصت الشغل بالشكل ده كده. الطول دوت 17 وبعد كده هكمل الجزء اللي فوق كروشيه. بس الاول نبتدي نعمل القاعدة بتاعتنا. بناخد فتلة من بره بكرة خالص جديدة كده وبنيجي من اي مكان ندخلها ناحية جوه ونثبتها او ممكن عادي من ناحيه بره برضك مفيش مشكله. هنثبتها بعد كده بقى ندخلها ما نخلص الشغل جوه باي حاجه نثبتها كده بالطريقه ديت. الفتله اللي احنا حطيناها دي من بره بتكون فوق الخيوط والخيوط تحتيها وهنبتدي ان احنا نلف. بنمسك اول فتله في الخيط
اي فتله بقى، يعني اي فتله تقابلنا نبتدي نمسكها، بنلف ادي اول لفه وبعدين ندخل تاني لف تاني فتله بنفس الفتله يعني مرتين الطريقه دي. دي بتبقى اول واحده يعني صعبه شويه وبعد كده بتبقى سهله. بس هنبتدي بقى نشتغل كل فتله تقابلنا نلفها مرتين على الخيط بتاعنا، ادي واحد ادي اتنين، لحد ما نخلص الشنطه كلها من تحت باللفه دي. واحد اتنين، بصوا هتبتدي تبان هي تاني هي جرالو. بصوا الشكل ده هيديني الشكل ده كده. هكمل لف الشنطة كلها وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كده خلاص عملنا اللي هو السطر دوت، وشلنا الفتلة الزيادة اللي احنا دخلناها وحطينا بقيتها من جوه في الشنطة، وخلاص بقيت بالشكل ده كده. هنكمل دلوقتي شكل القعدة بتاعتنا، بتظبط الشكل بتاعنا لو احنا عاملين شكل زي مثلا كده، الشكل دوت حاطله مساحة معينة، فبظبط الشكل بتاع الشنطة بالشكل ده، وباجي على الفتلة اللي في النص من يمي دي اللي هي من يمة دي احطها هنا كده، ونفس الفتلة دي من يمة دي، واحاول اعلمها مثلا اربطها او اي حاجة، اي مثلا ربطتها هنا كده علمتها ان هي دي الفتلة بتاعة النص، واعد عدد الخيوط الموجودة هنا بتكون مساوية لعدد الخيوط الموجودة ورا عشان ابقى ضامنة ان انا جبت النص بالظبط. الفتلة اللي انا خدتها بتاعة النص ديت اشوف مثلا عايزه اعمل عرض الشنطه قد ايه، فباخد مثلا ست فتل من هنا، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، السته دول كده ما يقابلهم الناحيه التانيه سته، يعني سته يمين وسته شمال، وفي النص دي تبقى رقم سبعه. وامسك اول فتله في رقم سته واروح احطها كده، وفي نفس الكلام برضك الناحيه التانيه، الناحيه التانيه بشيل ست برضك الجزئيه دي كده، بشيل ست حبال او ست فتل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كده ستة، وارفعهم كده ناحية فوق او اربطهم مع بعض عشان ما تهوش وانا شغالة الطريقة دي كده. وهنا خدت رقم ستة، انا عديت بعد النص ستة وخدت رقم ستة من هنا، وهبتدي ان انا هشتغل. اهم حاجة ان عدد الخيوط اللي موجودة اللي في الجزئية دي سواء عدد الخيوط الموجودة هناك والشنطة تكون مظبوطة كده. ببتدي اشتغل ازاي؟ بحط الفتلة دي من فوق على كل الخيوط، وكل فتلة هشتغلها كده هلف عليها الخيط مرتين بالشكل ده. يبقى كل فتلة هبتدي ان انا هلف عليها الخيط مرتين عشان ابتدي اعمل القاعدة بتاعتي، هيكون بالشكل ده كده. بكمل لحد ما اوصل عند هنا، وبعد كده هرجع تاني همسك الفتلة اللي هي تاني فتلة اللي عليها الدور اللي هي ديت، وابتدي اشتغل تاني بنفس الطريقة، بس ابتدي بقى ان انا اشدها معايا عشان تبقى الاتنين تحت بعضيهم كده، عشان تبتدي انها ترفع لي الجزئية دي كده ادي هي. واعمل برضه كل فتلة تقابلني الفها مرتين برضك لحد النهاية، نفس الكلام هشتغل لحد ما اوصل للنهاية هناك اهي كده. ممكن اظبط الجنب بتاعي الاول وبعد كده ابتدي ان انا اكمل شغلي. انا ظبطت كده ادي اتنين، همسك تالت فتله اهي نفس الكلام كل واحده فيهم عامله اتنين. الفتله اللي اخدها احاول اشدها كده ناحيه جوه عشان تبتدي توقف لي الجزئيه دي وتعملها لي زاويه قايمه بالشكل ده كده اهوت، نفس الكلام برضك دي اللي عليها الدور. احنا متفقين ستة وستة، وكان في النص واحدة بقوا سبعة، يبقى ستة وستة اتناشر، واحد يبقوا تلتاشر. احنا كده مثلنا واحد اتنين تلاتة، ادي كده دي رقم اربعة، كده دي واحدة ادي تاني واحدة، واكمل بيها لحد ما اوصل هناك واكمل كله. بصوا بقى الشنطة بتتاخد معايا زاوية ازاي، تبقى بالشكل ده كده. بصوا تبقى القاعدة عاملة كده. انا هشتغلها لحد ما اوصل هناك وبعد كده اوريكم ازاي بقى بنتخلص من الكود بتاعتنا زيادة. ده خلاص خلصت القاعدة، دي الخيوط المتبقية. ممكن واحنا شغالين بعض الخيوط بتظهر معانا فاحنا بنسيبها جوه وبنحط فتلة جديدة وبتيجي ان احنا نشتغل عادي خالص. يعني بصوا انا عملتها هي كذا مرة، هي سايبة الخيوط جوه عادي
سايبة الخيوط كده جوه عادي، وابتديت ان انا احط خيوط تانية واشتغل. المهم الشكل الخارجي، ودي كده الخيوط المتبقية عندي. عشان اقفل الشنطة في الحالة دي لازم اقلب الشنطة على ظهرها عشان الخيوط دي ادخلها جوه. ظبط الشغل بتاعنا، هي الشنطة كده قلبت على ظهرها. ابتدي دلوقتي ان انا اقفل الخيوط بتاعتي. بمسك اول فتلة مع اول فتلة، يعني بصوا اول فتلة من يمادي مع اول فتلة من يمادي، وابتدي ان انا اربطهم مع بعض ربطتين. ادي هي واحدة، وطبعا بشد ايدي جامد اوي عشان ايه القعدة تقفل معايا. ادي واحد، ادي اتنين، ونفس الكلام في اللي بعديها. الفتلة دي مع الفتلة اللي جنبيها على طول قدام على طول مقابلة ليها، اروح جاية شديها اهي اهي، واروح جاية قافلاها بالطريقة دي. نفس الكلام هداني ماشية بالطريقة ديت لحد ما خلاص الشنطة كلها ايه تقفلها بالطريقة دي اهي. ربطتها، اربطها بس مرتين عشان تبقى جامدة معايا. لو انا مستخدمه خيط مكرميه مصري فممكن ان هو بيتحرق عادي، بقص واروح حرقاه بسبيدية. لو انا مستخدمه خيط تاني هقص بفتله وابره فتله اخيط الخيط ما يكونش باين من قدام، من على الوش كده اخيط كل فتله في قلب الشغل عشان يبقى ثابت. بلاش اللزق، انا ما بحبش اللزق. في بعض الناس بيلزقوا، بس انا بحس اللزق لما اجي اغسل الشنطه او حاجه يفك مني. انا احب يا اما الخياطه او يا اما لو انا مثلا ايه الخيط زي ده كده فبلسعه وبلزقه كده من فوق كده. صح وكده صح. فهكمل بنفس الطريقه ديت، بصوا هكمل معاكم بنفس الطريقه دي كده. انا هقفل كل واحده مع التانية الطريقه دي كده. هتلاقي الشنطه تقفل من الناحيه التانية اللي هي ناحيه بقى الوش ده كده، مش هتلاقي خيوط خالص. دلوقتي هبتدي اقفلها وبعد كده نشوف هنكمل شغل ازاي. كده هي القاعده خلاص خلصت وعملتها. دي من جوه طبعا لسه هتتبطن الحاجات دي كلها، بشدها بتاعت القاعده انا عملتها. هبتدي دلوقتي هجيب الخيط الخيط اللي انا مستخدميه، وهبتدي اشتغل بإبرة الكروشيه. هنا هبتدي ادخل الكروشيه مع المكرمية. غرزة المكرمية هي مكونة من حبلين، غرزة المكرمية هي مكونة من حبلين كل واحد فيهم دبل، فبين الاتنين دول في مسافة. بدخل في المسافة دي اللي بين الغرزة والغرزة التانية، بدخل في أول مسافة اهيت واجيب الخيط بتاعي. قبل ما ادخل بعمل إبرة سلسلة بره الطريقة دي كده، بدخل بين الغرزتين يعني بين غرزة المكرمية دي وغرزة المكرمية دي، بدخل بالإبرة بتاعتي وأروح داخلة ورا السلسلة اللي أنا عاملاها وأعدي بيها. أنا شغالة بإبرة 5 كروشيه. لما نعملها غرزة حشو فبنلف على الإبرة من هنا كده. أول حاجة نعمل غرزة سلسلة، لما نعملها غرزة حشو او ان احنا نعملها غرزة اكس برضك بتعمل بالحشو، بس يعني هي لفة الخيط اللي بتختلف. لو انا دخلت من تحت من هنا كده، بدخل من تحت كده والف الخيط على الابرة من فوق كده الابرة واطلع، دي هتبقى غرزة حشو بالطريقة دي. انا عايز اعملها حرف الاكس، فهدخل برضك من تحت عشان اسحب الخيط، بس بدل ما اسحب الخيط من فوق لا هسحبه من الجنب، يعني انزله تحت الابرة واسحبه. ده بيديني شكل الاكس. هتبات معانا في الشغل بين كل غرزه وغرزه بتاعت مكرميه بعمل 2 غرزة اكس او ايه غرزه حشو مقلوب اهي كده، وادخل تاني الف الخيط بتاعي على الابره وعدي. هتبقى بالشكل ده كده. هي هتبان معانا في السطر التاني والتالت بعد كده، هنا يبقى 2 حشو بين كل غرزتين مكرميه. هنشتغل بالطريقه دي لحد ما نوصل عند ارتفاع الشنطه اللي احنا عايزينه، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. يكون بالشكل ده كده، اتمنى تكون واضحه. انا هكمل الشغل الارتفاع بتاعي وبعد كده نشوف هنعمل ايه بنفس الطريقه. انا كده عملت الايد الاولانيه، قلت هعمل معاكم الايد التانية بس عشان اعرف الاطول كام بالظبط اقول لكم. انا قصيت فتلتين كل فتله فيهم 5 متر، وقصيت فتلتين بردك تانيين كل فتله فيهم 1.5 متر. ليه؟ عشان انا عايزه اعمل ايد تبقى عريضه، مش عايزاها تبقى رفيعه. عشان ما انا هشتغل هعمل فتلتين وشغلهم من بره
وفتلتين او اربع فتل هيبقوا من جوه. هوريكم ازاي دلوقتي. احنا دلوقتي بعد ما نركب الايد الاولانيه هوريكم ازاي بنحاول نجيب المقاس بالظبط، نحط الشنطه كده بالظبط والمقاس بالظبط، نعد عدد الغرز بتاعتنا اللي احنا عم سايبينها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، في رقم 10 بحط بلف كده من عند الحته اللي انا عديتها عندها. انا هعد من هنا عشان احب اشتغل من هنا، نعد من هنا كده برضك المفروض يبقوا 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، والرقم 10 احط. هلف كده كده وش الشنطة وابتدي ان انا اعد 1 2. انا اشتغلت في السطر التاني في الغرز تحت السطر التاني على طول، فابتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي رقم 10 اللي هي ديت بدخل بالابرة بتاعتي كده اهوت، وبجيب الخيط بتاعي اللي هو 5 متر بعمله على دبل، وبدخل اسحب الخيط بتاعي وهاجي بسيب الجزء اللي في النص ديت واجي على الحرف كده، بروح داخله اللي هي التانية غرزة يعني. بصوا حطيت في الأولانية وسبت الغرزة التانية، دخلت في رقم 3 هي ديت، دي لسه هدخل فيها بعدين، وابتدي ان انا اسحب الخيط بتاعي بالشكل ده واعمله يبقى عبارة عن مكبس، نظبط الاتنين مع بعض وتعمل مكبس. وبعد كده اخد الفتلة التانية اللي انا كنت اقصها 1.5 متر، اعمل كل واحدة فيها مع الدبل دول عبارة عن الفتلتين، عملت كل واحدة فيهم على دبل، وابتدي ادخلها من نفس المكان اللي كنت داخل بيه من دوت اهو ده، عشان ده اللي هيبقى الخيط اللي في النص، فبيبقى المقاس صغير لان اللي في النص مش هشد، يعني هو عبارة عن حاجة بس بحشي بيها الغرزة بتاعتي مش هستخدمها في الغرزة ذات نفسها، فبيبقى المقاس هو هو. بعديها كده اهيت، واجي بقى على الغرزة اللي انا كنت سايباها في النص ديت، اعدي منها الخيط بالشكل ده، ظبط طبعا الخيوط مع بعضيها عشان ابتدي اشتغل. هيبقى بالشكل كده خلاص ركبناه. الخيط اللي هو القصير بيبقى في النص، اللي هو كان معمول 3 متر قسمتهم على 2، كان معمول 1.5 متر قسمتهم على 2، بقت عبارة عن 75 سنتي، دول هيبقوا في النص، والتانيين على الحرف وبعملهم بالنص بالظبط اللي هما 5 متر قسمتهم. ابتدي ان انا اشتغل اللي في النص دوت، هشتغل احط عليه الشغل، بعمل غرزة مكرمية اتجاه واحد بس عشان يديني اللفة دي. احنا لما نيجي نشتغل الجزئية دي ريت نعد ونكتب الاعداد بتاعتنا عشان تطلع الايد مظبوطة. انا عندي عملت 25 لفة، يعني ايه 25 لفة؟ يعني دخلت من هنا عملت الغرزة دي 25 مرة، ادي كده اول مرة بالطريقة كده، بعد كده تاني مرة، بنشتغل اتجاه واحد بس عشان الخيط يلف معانا، وداني شغالة لحد ما اوصل عند رقم 25. كده 3 5 هي بتلف معايا الفها كده بس، اداني شغال نفس الاتجاه اللي هو الاتجاه اليمين اللي اشتغلت بيه، 6 هكون بالشكل ده كده، هكمل وبعد كده نشوف هنكمل ازاي. كده خلاص خلصت 25، هبتدي بقى ان انا اعمل غرزة مكرمية عادية برضك، هيكون عددهم 25، كل واحد يعمل حسب الطول اللي هو عايزه.
ادي كده اول غرزه، بعمل فتحه طبعا من اليمين اهيت، عملت فتحه من اليمين بعمل بقى من الشمال كده، كامل الغرزه الاولانيه كده. هنعدها دي غرزه واحده، اكون بتراضي هعمل الغرزه الثانيه، كده واحد دي الغرزة التانية، يكون بالشكل ده. هبتدي اكمل لحد ما اخلص الايد بتاعتي، اخلص 25 وهرجع تاني اعمل 25 زي دول عشان تديني الايد نفس الشكل ده كده، عشان تدي نفس شكل الايد كده وهي متركبة. بعد ما بخلصها زي ما دخلنا الايد في المرة الاولانية بندخلها نفس الطريقة برضك المرة التانية، وبعد كده بنيجي بنمسك ابره وفتله وبنبتدي نخيط الخيط بتاعتنا. بصوا انا بابره وفتله، هي مش هتبان قوي يعني، انا هنا كده خيطتها، دخلت الخيط اهي بتاعتي وخيطتها بابره وفتله وثبتها. بس بكده هكون عملت ايد الشنطه. بعد ما اخلص ايد الشنطه بقى هبتدي ان انا هبطنها، وابقى كده خلصت الشنطه وافرجكم عليها بعد ما اخلصها ان شاء الله. شكرا. كده خلصت الشنطه بالشكل ده، اتمنى تعجبكم وتنفذوها.